الله معكم اخوتنا الاحبة اللي عم بيتابعونا عبر تشاريتي تي في وصوت المحبة. عم نترافق نحن وياكم بالمقابلة العامة لقداسة البابا فرانسيس من ساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان. E la storia di Paolo di Tarso è emblematica. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير. في مسيرة تعليمنا عن الغيرة الرسولية، نبدأ اليوم بالنظر في بعض الشخصيات التي قدمت شهادة مثالية بأساليب مختلفة وفي أوقات مختلفة لما يعنيه حب البشارة بالإنجيل. والشاهد الأول هو طبعا الرسول بولس. أود أن أكرس له تعليمين. قصة بولس الترسوسي رمز ومثال في هذا الموضوع. في الفصل الأول من الرسالة إلى أهل غلاطيا وكذلك في سفر أعمال الرسل يمكننا أن نلاحظ أن غيرته للإنجيل ظهرت بعد اهتدائه وحلت محل غيرته السابقة لليهودية. كان رجلاً غيوراً لشريعة موسى واليهودية، وبعد اهتدائه استمرت هذه الغيرة ولكن لإعلان يسوع المسيح وللكرازة عنه. فقد أحبه بشغف. كان شاول الاسم الأول لبولس غيوراً من قبل، لكن المسيح بدل غيرته من الشريعة إلى الإنجيل. أراد حماسه واندفاعه في البداية أن يدمر الكنيسة، لكن بعد ذلك قام ببنائها. يمكننا أن نسأل أنفسنا ماذا حدث من تدميره للكنيسة إلى بنائها؟ ماذا تغير في بولس؟ بأي معنى تغيرت غيرته وحماسه واندفاعه لمجد الله؟ القديس توما الأكويني يعلم أن الهوى والاندفاع من وجهة نظر أخلاقية ليس جيدا ولا سيئا. استخدامه للفضيلة يجعله جيدا أخلاقيا، والخطيئة تجعله سيئا. في حالة بولس ما غيره ليس فكرة أو قناعة، بل كان اللقاء مع الرب يسوع القائم من بين الأموات. لا تنسوا ذلك، ما يغير الحياة هو اللقاء مع الرب يسوع. وبالنسبة لشاول كان اللقاء مع الرب يسوع القائم من بين الأموات هو الذي غير كيانه كاملا. إنسانية بولس، اندفاعه نحو الله ومجده لم يلغى بل تبدل. بدله الروح القدس. الروح القدس هو وحده الذي يمكنه أن يغير قلوبنا، كذلك كل جانب من جوانب حياته، تماما كما يحدث في الإفخارستية. الخبز والخمر يبقيان لكنهما يصيران جسد المسيح ودمه. غيرة بولس بقيت لكنها صارت غيرة للمسيح. تغير معنى الغيرة لكن الغيرة بقيت نفسها. نحن نخدم الرب يسوع بإنسانيتنا بصفاتنا وخصائصنا، لكن ما يغير اللقاء مع يسوع المسيح يغيرك من الداخل، يجعلك شخصا آخر. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وهذا هو معنى أن نكون خليقة جديدة. وجهك لا، إن كنت مسيحيا قلبك يتغير، لكن إن كنت مسيحيا في الظاهر فهذا ليس جيدا. المسيحيون الذين يستخدمون مساحيق تجميل هم ليسوا جيدين. التغيير الحقيقي هو تغيير القلب، وهذا ما حدث لبولس. حب الإنجيل ليس مسألة فهم أو دراسات، تفيد طبعا لكنها لا تؤدي إلى ولادة جديدة، بل هو العيش من جديد للخبرة نفسها، السقوط والقيامة التي عاشها شاول بولس.
علم الكثير الذي يشبع النفس ويرضيها، بل الإحساس بالأشياء وتذوقها في الداخل. إنها الأمور التي تغيرك من الداخل وتجعلك تعرف أمرا آخر وتتذوق أمرا آخر. يفكر كل واحد منا في هذا الأمر: هل أنا متدين؟ حسنا. هل أصلي؟ نعم. هل أحاول أن أحفظ الوصايا؟ نعم. لكن أين يسوع في حياتك؟ لا، أنا أصنع الأمور التي توصي بها الكنيسة. ويسوع أين يكون في حياتك؟ هل التقيت بيسوع وهل تكلمت معه؟ هل تأخذ الإنجيل أو تتكلم مع يسوع؟ هل تتذكر من هو يسوع؟ وهذا الأمر ينقصنا كثيراً. عندما يدخل يسوع حياتك مثلما دخل إلى حياة بولس، فإنه يدخل ويغير كل شيء. سمعنا كثيراً تعليقات من الناس تقول: انظر إلى ذلك الآخر الذي كان بائساً وهو الآن رجل جيد أو امرأة جيدة. من الذي غيره؟ يسوع. لقد وجد يسوع. هل تغيرت حياتك المسيحية؟ لا، نوعا ما. نعم، إن لم يدخل يسوع حياتك فلن تتغير. يمكنك أن تكون مسيحيا من الخارج فقط، لا يجب أن يدخل يسوع حياتك وهذا يغيرك. هذا ما حدث لبولس. نحن بحاجة إلى أن نجد يسوع، ولهذا قال بولس: إن محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا والتي تدفعنا إلى الأمام. هذا التغيير نفسه حصل مع القديسين كلهم الذين عندما وجدوا يسوع مضوا قدما. يمكن أن نتعمق في تأملنا في التغيير الذي حدث في بولس الذي كان مضطهدا ثم صار رسولا للمسيح. نلاحظ أنه حدث فيه نوع من التناقض. في الواقع، طالما كان يعتبر نفسه باراً أمام الله، كان يشعر بأنه مخول بأن يضطهد وأن يزجن وحتى أن يقتل كما في حالة استيفانوس. ولكن عندما أناره الرب يسوع القائم من بين الأموات، اكتشف أنه كان مجدفاً مضطهداً عنيفاً. هكذا قال على نفسه: كنت مجدفاً مضطهداً عنيفاً. إذاك صار حقاً قادراً على أن يحب، وهذا هو الطريق. إن قال أحدنا: أشكرك يا رب لأنني إنسان جيد وأصنع أمورا جيدة ولا أرتكب خطايا كبيرة، هذا ليس طريقا جيدا، بل هو طريق الاكتفاء الذاتي والطريق الذي لا يبررك بل يجعلك كاثوليكيا أنيقا. ولكن الكاثوليكي العنيق ليس كاثوليكيا قديسا، بل هو أنيق فقط. الكاثوليكي الحقيقي، المسيح الحقيقي، هو الذي يقبل يسوع في داخله، يسوع الذي يغير القلب. هذا هو السؤال الذي أطرحه عليكم جميعا اليوم: ماذا يعني يسوع لي؟ هل سمحت له بأن يدخل إلى قلبي، أم أبقيته فقط في متناول يدي وليس كثيرا في داخلي؟ هل تركته يغيرني؟ هل يسوع هو فقط مجرد فكرة ولاهوت يتم تعليمه؟ وهذه هي الغيرة. عندما يجد أحد ما يسوع، يشعر بالنار في داخله، ومثل بولس يشعر أن عليه أن يعز به وأن يتكلم عليه وأن يساعد الناس وأن يصنع أمورا جيدة. عندما يجد أحد ما فكرة عن يسوع، يبقى مفكراً وباحثاً في المسيحية، وهذا لا يخلصه، بل يسوع فقط يخلصنا. إن التقينا به وفتحنا له باب قلبنا أن نجد فكرة عن يسوع، هذا لا يخلصنا. ليساعدنا الله لنجد يسوع ونلتقي به، إذ ذاك سيغير حياتنا من الداخل وسيساعدنا على أن نساعد الآخرين. شكراً. إخوتي الأحبة، مثل كل مرة بختام المؤيبة للعام مع قديسة البابا، قديسة البابا فرانسيس بيعطي البركة الرسولية لكل اللي عم يتابعوا هالمؤيبة. فليباركنا الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. مشاهدي شريط تي في وإذاعة صوت المحبة، كنا نحن وياكم بالمؤيبة للعام لقديسة البابا فرانسيس من حاضرة الفاتيكان.
تابعنا بها المؤيبة لتعليم البابا عن موضوع الغيرة الرسولية والغيرة التبشيرية، وشدد البابا اليوم على أهمية العلاقة الخاصة والشخصية مع الرب يسوع اللي لازم دايما يكون حاضر بحياتنا، عم نبني هالعلاقة معه بلقاء وجها إلى وجه، وهو هاللقاء اللي رح ننطلق منه بكل حياتنا المسيحية. نحن بنودعكن وبنتقابل نحن وياكن بالمرات القادمة تنكون عم نتابع سوا التعليم الباباوي حول موضوع التبشير والرسالة. الله معكن.